مدام لا نجوى، بيحرمني له حاجات كتير مدام قوي نجوى حلوة. دايما السؤال بيتردد، وانا سألته قبل كده وغيري سأله قبل كده، ودايما مع كل ذكرى لازم السؤال ده يذكر من ضمن الأسئلة المهمة، والإجابة دايما تكون فيها آه وفيها لا. انت كنت قريبة من عبد الحليم، جدا. هل عبد الحليم اتجوز سعاد حسني؟ لا انا ما شفتش ده وما عاصرتش ده، مع ان كل يوم كل يوم انا كنت في الوقت ده انا متجوزه مدير اوتيل، وكان كل يوم يلف يلف. هو اولا ما كانش بيروح قبل الساعه 8 الصبح، 8 9 لغايه ما قبل عليا تصحى وشحاته يصحى وكلهم يصحوا عشان لو جراله حاجه يبقوا صاحيين له. فما كان يفضل يلف طول الليل طول طب هل الليل. يعني اذا ما كانش اتجوزها هل كان بيحب سعاد؟ اه هو كان بيستلطفها اكيد 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 عم بيستلطفها، لا لكن ما وصلتش استلطافة، للجواز. استلطافة ولا قصة حب عنيفة؟ قصة حب لكن ما وصلتش للجواز، ما وصلتش للجواز. ما وصلتش للجواز لان الله يرحمها سعاد ما يعني ما كانش، ما هو ما كانش يصلح للجواز، هو ما المرض اللي عنده ما يساعدوش على انه يتجوز. ما قدرش، بالراجل بيشتغل بربع كبد يعني، بالدليل لما عملوا له اخر منظار في لندن ضاع الربع كبد ده فيه، دخلوا المنظار غلط. فالله يرحمه، لا لا ما كان ما اتجوزش وما كانش يقدر يتجوز اي حد. هل شفت دموع عبد الحليم قبل كده؟ نعم شفت دموعه قبل كده قدامك؟ كتير في ايه؟ كتير يعني، بالذات يوم قالوا له وصفروا له وعملوا له وبوظوا له الحفلة، جه عندنا في الشيراتون وقعد معايا في الفرندا. جوزي قال لي اقعدي بقى مع جوزك الفني وافطروا سوا وخلوكوا صاحيين للساعة 9، انا 9 عندي ميتنج، عندي اجتماع. فقعدت للصبح اعمل له في شاي، وكان اكلته بالليل شاي وجبنة بيضة، ما فيش فقط لا غير، ما ياكلش حاجة تانية. عيط يوميا، عيط يوميا بدي معلش، شفتي يا نجوى شفتي الظلم؟ قلت له معلش الإنسان لما يكون مظلوم أحسن ما يكون ظالم، ده شيء جميل جدا، فسيبهم ربنا هيخلص منهم. الله يرحمه وربنا يديك الصحة ربنا الفنانة يرحمه الكبيرة يا وانا الأستاذة نجوى بشكركم فؤاد. انكم بتتذكرونا بعد رحلنا لا انتي عظيمة الله وفنانة يخليك، كبيرة وربنا يديك الصحة يا الله مدام. يخليك. ميرسي يا بشكر، دكتور، شكرا ميرسي كل جزيلا، سنة. شكرا.